النجم الموجود معانا النهارده في حلقتنا طبعا هو المخرج الكبير خالد يوسف. خالد يوسف حاله خاصه في السينما وكمان حاله خاصه كفنان بيشارك في صناعه المشهد السياسي. ليه وجهه نظر موجود معانا في الميدان من اول ما ابتدينا، عشان كده كان مهم جدا ان احنا نجيبه بينا النهارده في ستات ما عرفوش يكذبوا. اهلا بيك يا خالد. اهلا بيك. انت في الميدان باعتبارك فنان رايح تصور واخد كاميرا ومهتم تجمع افلام وثائقيه تكمل بيها شغلك، ولا رايح لانك مهموم بقضيه؟ لا انا ما صورتش اصلا كادر في الصور. ما صورتش؟ لا يعني انا امبارح فقط اول يوم نزلت صورت. خلوني ارحب بس بخالد الاول، انا ما قلتلوش مساء الخير. مساء الخير. منورنا النهارده يا خالد. ربنا يخليك. واتفضل. لا انا ما صورتش ولا كادر، انا قعدت 6 شهور وطالب من المنتجين بتوعي ومن الناس اللي حواليا ان انا انزل اصور، يعني لان دي في النهايه السلاح بتاعي. انا ما عرفتش، لاني في الثوره ديت ما عرفتش غير ان انا اكون مواطن وسط المواطنين دول، سائر وسط السائرين دول، ما عرفتش اكون واحد من اللي بيصور الناس دي. فما نزلتش لاي سبب مهني على الاطلاق خالص. نزل كانسان مواطن مصري. مواطن مصري. طب كانسان مواطن مصري احكي لي المشهد كان عامل ازاي امبارح؟ اختلافه عن 25 يناير ازاي؟ لا هو ذاته. هو ذاته. هو ذاته يعني، ودي العظمه بتاع الشعب المصري، انه هو ادى درس امبارح مهم جدا. طب اشرحوا لي بالتفصيل. لمين؟ للمجلس العسكري وللقائمين على امور البلاد وللدنيا كلها. ان هو زمان كنا احنا بنقول دايما ان الشعب المصري حالات المد بتاعته اكتر من حالات الجزر، يعني يصبر طويلا على الظلم ثم يصور، ويصبر طويلا بس في الاخر بيصور، في الاخر بياخد حقه، بس المد بتاعه طويل. لما حصل المد الجزر الكبير في 25 يناير اعتقد الطبيعه اتغيرت، فبقى عنده حالات الجزر سريعه. صبر 30 سنه على نظام مبارك مش هيصبر على الاوضاع اكتر من 6 شهور، يعني هو ادى 5 شهور ثم صار مره اخرى ثورته الكبيره. انا رايي امبارح كان ثوره كبيره، تجديد للثوره. طبعا تجديد لروح الثوره، اثبات ان شعله الثوره ما زالت مشتعله، ان الحماس اللي موجود والبقاء النفوس السائرة سائرة. ده المشهد كان بيأكدها امبارح. يعني أنا كنت امبارح شايف الناس أكنه أول يوم ثورة. زي ما قال يا خالد قبل الثورة الأولانية إن أنت يعني مش تنبأت، هما بيقولوا تنبأت بالثورة ولكن ما حدش بيتنبأ، لكن أنا بقول إن أفلامك هي فوضى وحين ميسرة، يعني كانت الشرارة الأولى اللي حمست الناس إنه إحنا لينا حقوق كتير قوي مش واخدينها يا جماعة، لازم نصرخ، لازم نقول حاجة. والله هو ده دور الفنان أنا في رأيي، يعني ما احنا ما عندناش رفاهية إن احنا في مجتمعات العالم الثالث كلها مش في مصر بس، يعني ما عندناش رفاهية إن الفنانين عندنا يعملوا الفن للفن. يعني في مجتمعات عندها الرفاهية دي تعمل الفن للإمتاع البصري. شغلته فنان. يعني والناس تستمتع باللوحة مثلا الفنية اللي معروضة ويخلص الموضوع على كده. عندنا احنا لو ما كنتش فاعل في المشاكل اللي حواليك هتبقى بجد خائن. يعني ما ينفعش ان انا اعمل فيلم مثلا يعمل امتاع بصري وامتاع ذهني ويخلص الموضوع على كده والناس بتسحب. كان في جرأه، يعني هي فوضى، كان في جرأه على الداخليه. ويعني تعرضت لمشاكل خالد؟ يعني انت يمكن اول مره حد يسالك السؤال ده. لا انا بقول انا يعني انا بشهد ان انا بصراحه اقل المضارين من النظام السابق. اقل المضارين شخصيا، يعني انت ما تضررتش، ما هياش قصه ضرر شخصي. يعني اقل ولا المضارين ولا مساءله يعني تسال. اقل المضارين لاني انا لم احارب في رزقي. تبعت بالتليفونات، وده اتنشر في الجرايد بعد الثوره، انه كانوا بيراقبوني، بيراقبوا تليفوناتي وبيراقبوا مكتبي. كنت افلامي بتعرض على جهات رقابيه كثيره جدا، مش الرقابه على المصنفات الفنيه بس، كانت بتعرض على المخابرات العامه، بتعرض على المخابرات الحربيه، بتعرض على امن الدوله. بالمناسبة في حاجات اتحذفت كتير يعني. لا ما انا عشان كده بقول لك انا اقل المضارين، انا اقل المضارين مش عشان هم كانوا كرمة، عشان انا كنت ثابت قوي في مكاني. كنت مصمم على وجهة نظرك ومش عايز تغيرها. كنت انا اللي بقول لو انتوا عايزين تشيلوا الكادر ده خلاص امنعوا الفيلم كله، فكان هم قدام حد مصر انه يمنع فيلمه ومحدش يقرب ينزل زي ما هو. فقدام فضيحة منع فيلم سينمائي في عصر هم بيدعوا انه ديمقراطي كانت هتبقى المسألة كده فضيحة أكبر كبير. يعني أو ضرر أكبر، فكانوا بيسيبوني. في أفلامك هي فوضى مع الأستاذ يوسف. وفي حين ميسرة، هل كنت تستقرئ المستقبل؟ يعني أنت كثوري بقى ومثقف وليك وجهة نظر، هل كنت تستقرئ ما سيحدث في المستقبل أم كنت تحرض عليه أم كليهما؟
هو كليهما، لان انا مش كنت شايف المستقبل، انا كنت بس مستشر في المستقبل بشكل حقيقي. أوكي. يعني انا اقول لك السيناريو اللي كان في دماغي من فضلك. واللي الافلام اكدته. فهي فوضى، انا اتكلمت انا والاستاذ يوسف على ان المجتمع ده سينفجر، لان لما تتحول البلد كلها تختصر في مؤسسه امنيه قمعيه، لا يمكن الامر يفضل كده، لازم في لحظه ما تتجمع ارادات الناس ضد الظلم، تذهب مجتمع كده تتجمع من الحواري والشوارع وتتجه للاسم وتحاصره في مشهد شبيه او نموذج صغير لما حدث 25 يناير. كويس. واللي يقود هذه الثوره او الانتفاضه او الانتفاضه على الظلم في الفيلم ده كانت الطبقه الوسطى. بالظبط. يعني كانت المدرسه والنظره ووكيل النيابه هو اللي حصل. تمام. اللي هي حصل بالظبط. تمام. وبشكل عفوي من غير تنظيمات. وبشكل عفوي من غير تنظيم. بالظبط زي اللي حصل بالظبط. ماشي. لكن لما ده كان استقرائي انا والاستاذ وما حصلش، قعدنا سنتين ثلاثه ما حصلش، فعملت فيلم حين ميسره واتكلمت على الـ على الـ عشوائيات. على العشوائيات والمهمشين والبسطاء وكده، وبعدين رجعت عملت فيلم اسمه دكان شحات. عملت فيه سيناريو اخر، خلاص بقى يئست من السيناريو الثوره السلميه دي بتاع الطبقه الوسطى دي. انها تحرر هذا الوطن، فقلت ان وصلنا ل 2000 خلاص داخلين على التوريث، ولقيت ما حدش بيتكلم، ولقيت ان التوريث جاي جاي، يعني انا كان عندي قناعه ان خلاص التوريث جاي جاي والناس ما صارتش. فالتوريث لما يجي، انا كان عندي اعتقاد ان لما يجي جمال مبارك مش هيقعد اكتر من سنه سنتين، وستنفجر الامور بقى في شكل ثوره جياع، انفجار مروع. فعملت السيناريو الاخر. السيناريو اللي ما حصلش الحمد لله انه ما حصلش. عملت سنه 2000 يعني انا ناهي فيلم دكان شحاته سنه 2013 اللي هو بعد توليد مبارك على جمال مبارك بسنتين. هتبقى ثورة جياع بقى، لن تزر حرصا ولا زرعا وهتاكلنا كلنا. لكن في جزء من تصورك ده ممكن يحصل اللي هو ثورة الجياع؟ لا لا لا، الشعب المصري طلع أكثر كثيرا وعيا وتحضرا من يعني كل. يعني في ناس خايفة وبتتنبأ في الأيام اللي جاية. ده لن يحدث خلاص. امبارح انت كنت موجود في الميدان، انا عايز ارجع لامبارح اكتر. ومن اهم الشعارات اللي كانت موجوده في الميدان لا احزاب لا اخوان، لا أحزاب ولا إخوان. الشعب المصري في الميدان. كتير جدا من الصور فاكرين ان اكتر المستفيدين حاليا بالثوره دي هم الاخوان المسلمين والسلفيين. انت تقدر تقول لي من الميدان وجهه نظرك كسياسي بقى مش دلوقتي، هل ده صح؟ لا، هم الاخوان او التيار الديني بشكل عام، التيار السياسي الديني كله، هو اعتقد ان هو خلاص حان الان وقت قطف الثمار. حالا حان الان النزول لاقتسام الغنائم او لجلب المنافع. هو اعتقد كده. هو اعتقد، وانا شبهت تشبيه كده في احد البرامج، قلت لهم دول عاملين زي كفار، زي المسلمين غزوه احد لما انتصروا على الكفار، فافتكروا ان النصر خلاص او بدا النصر، لا فنزلوا جري يلموا الغنائم فانهزموا. وبشرتهم بهزيمه كبرى، لان الثورات لو هنبص ليها بمغانم شخصيه او مغانم تيارات، يعني اللي نجح الثوره ديت ان الاخوان المسلمين وكل التيارات السياسيه وكل الشعب المصري حط مصلحته ورا ظهره، وقف وبص لمصلحه الوطن. هو ده المفروض. واللي خلاني قلت تصريح عظيم في حق الاخوان اثناء الثوره في 18 يوم، ان انا لقيت فعلا التيار الاخوان المسلمين قد تغير بالفعل، لقيته قدامي اهو ما بيفكرش في مصلحه تياره قد ما بيفكر في نجاح هذه الثوره ومصلحه الوطن. في حاجه حصلت في الخمس اشهر دول؟ اللي حصل بقى ان هم خلاص لقوا النصر لاحق قريب. قريب، وهم يقدروا دلوقتي يسيطروا ويقدروا يكسبوا ويقدروا يعملوا ويقدروا يسووا، فخلاص التفتوا تماما عن رجعوا تاني لتاريخهم اللي احنا عارفينه. لمصالحهم مصلحه التيار هي اللي في الاول، ومصلحه الوطن دي ممكن نبقى نفكر فيها بعدين. فعشان كده الميدان امبارح اثبت اللي انا كنت بقوله وقلته من اول يوم، ان الميدان اكثر من 85% فيه ما كانش لا اخوان مسلمين ولا احزاب سياسيه ولا قوى سياسيه. ده الشعب تاني. ولا تيار الشعب تاني. ولا كان موجود امبارح. يعني كتير جدا من الناس فاكرين ان لما نزل، لما الاخوان وافقوا انهم ينزلوا امبارح، ان كل الميدان اللي هينقذ الموضوع ده هم الاخوان. احكي لي لما هم مشوا ايه اللي حصل؟ لسه كان احنا معانا قبل ما نحكي استاذ خالد.